بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بأفضل صحة وعافية. نستكمل معكم محاضراتنا لمساق محاسبة شركات 2، والذي سيتم في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة 16 لهذا المساق، شرح الفصل 16 والذي بعنوان الجرد والحسابات الختامية والميزانية في الشركات المساهمة العامة بإذنه تعالى. طبعاً في البداية سوف نتطرق إلى النصوص القانونية التي تم توضيح بها الجرد والحسابات الختامية والميزانية في الشركات المساهمة العامة. طبعاً عندنا المادة 16 والمادة 185 والمادة 140. بالنسبة للمادة 16 نصت على أنه يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاث التالية، وهي دفتر اليومية، ودفتر اليومية يجب أن يقيد فيه يوماً في يوم جميع الأعمال اللي بتعود بوجه من الوجوه لعمله التجاري، وأيضاً أن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات على نفسه وأسرته. الدفتر الثاني وهو دفتر صور الرسائل، وهو الذي يجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات اللي بيرسلها، أيضاً يحفظ به ويرتب الرسائل والبرقيات اللي بتلقاها. ثلاثة، دفتر الجرد والميزانية، اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة. أيضاً أشار قانون الشركات في أكثر من موقع، كما نصت المادة 140، على أنه يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعد خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة للشركة الميزانية السنوية العامة، وأيضاً حساب أرباحها وخسائرها، وأيضاً مقارنة مع ما حققته منه في السنة المالية السابقة، والبيانات الإيضاحية لتلك الحسابات، طبعاً مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة. هذا ما نصت عليه المادة 140. أما المادة 185 فنصت على ما يلي: ألف، تبدأ السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، وتنتهي في 31 من شهر كانون الأول من السنة نفسها ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ب، إذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الأول من السنة، فتنتهي سنتها المالية في 31 من شهر كانون الأول من السنة نفسها. أما إذا بدأت العمل خلال النصف الثاني من السنة، فتنتهي سنتها المالية الأولى في 31 من شهر كانون الأول من السنة التالية. نأتي بعد ذلك إلى الحسابات الختامية. طبعاً بيختلف إعداد الحسابات الختامية من شركة لأخرى حسب طبيعة نشاطها ونوعها. بالنسبة للحسابات الختامية في الشركات الصناعية مثلاً، تتكون من حساب التشغيل، حساب المتاجرة، حساب الأرباح والخسائر، حساب توزيع الأرباح. أما الشركات التجارية فتقوم بإعداد الحسابات اللي هي المتاجرة، الأرباح والخسائر، توزيع الأرباح. لذلك لا يتطلب عملها إعداد حساب التشغيل. طبعاً بتختلف الحسابات الختامية في القطاع المالي كالمصارف وشركات التأمين والصرافة طبعاً عن الشركات التجارية والشركات الصناعية. في البداية حساب التشغيل. طبعاً هذا الحساب يهدف إلى معرفة تكلفة ما تم صنعه من منتجات الشركة، فيحتوي على كل ما يتعلق بالمواد الخام ومواد الصنع والأجور الصناعية والمصاريف الصناعية الأخرى المتعلقة بالمصنع، كالرواتب والإيجار ومصاريف الكهرباء والمياه والاستهلاكات، أيضاً كاستهلاك الآلات والمباني والأثاث والعدة والأدوات وغيرها. طبعاً مظهر كما في الشكل اللي هو حساب التشغيل عن السنة المالية المنتهية. إذا بنلاحظ المبلغ بالكلي، المبلغ جزئي، البيان، أيضاً المبلغ والبيان في من هو له. طبعاً إذا بنلاحظ إنه في عنا بالبيان
إلى حساب المواد الأولية أول المدة، بنضيف عليه مشتريات المواد الأولية زائد مصاريف نقل المواد الأولية زائد عمولة وكلاء شراء هذا بالدين المواد المتاحة للتصنيع. هنطرح منه المواد الأولية آخر المدة بالدين المواد المستخدمة في التصنيع. أيضاً بنجمع عليه العمل المباشر بالدين التكاليف الأساسية. بعدها بنتقل إلى المصاريف الصناعية غير المباشرة، مثلاً رواتب موظفين المصنع، مصاريف كهرباء المصنع، مصاريف القوى المحركة، استهلاك مبنى المصنع، استهلاك الآلات، وهيك بديني إجمالي المصاريف الصناعية غير المباشرة، فبديني كالتوتال تكاليف التصنيع. بعدين نجمع عليه بضاعة تحت التشغيل أو المدة، فبديني بضاعة تحت التصنيع أثناء المدة، هنطرح منه بضاعة تحت التشغيل آخر المدة، فهيك بنوصل لتكلفة البضاعة التي تم تصنيعها. طبعاً بنلاحظ إنه في جانب له عندنا من حساب المتاجر اللي هي تكلفة البضاعة تامة الصنع. بعد ذلك ننتقل إلى حساب المتاجرة. طبعاً بيتم إعداد حساب المتاجرة في نهاية السنة المالية بهدف الوصول لنتيجة العمل التجاري من ربح إجمالي أو خسارة إجمالية. طبعاً بظهر في الشركات الصناعية كما هو موضح، طبعاً من هو له حساب المتاجرة بيكون إلى حساب البضاعة تامة الصنع أول المدة، إلى حساب التشغيل اللي هو تكلفة البضاعة تامة الصنع، أيضاً إلى حساب الأرباح والخسائر اللي هو مجمل الربح. طبعاً في له هيكون عندنا من حساب المبيعات ومن حساب البضاعة تامة الصنع آخر المدة. بعد ذلك ننتقل إلى حساب الأرباح والخسائر. طبعاً بيتم إعداد حساب الأرباح والخسائر لمعرفة صافي الربح أو صافي الخسارة. طبعاً بيتم ذلك بعد إقفال جميع المصاريف والإيرادات في هذا الحساب، وبكون طبعاً عادة مبوب، بحيث تظهر المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف المالية، كل مصروف في مجموعة مستقلة. طبعاً زي ما هو موضح في السلايد معنا، من هاي عندنا المصاريف الإدارية هيها، بعد ذلك جامع المصاريف الإدارية. طبعاً المصاريف الإدارية رواتب الموظفين، إيجار مكاتب الإدارة، من قرطاسية وكهرباء ومصاريف بريدية، وأيضاً أتعاب مدققين الحسابات وإهلاك مباني الإدارة وإهلاك أثاث الإدارة، هذا كله يعتبر من المصاريف الإدارية. جمعهم بعد ذلك منفصل لمصاريف البيع والتوزيع من رواتب رجال البيع، وأيضاً إيجار المعرض ومصاريف كهرباء المعرض، دعاية وإعلان، مصاريف سيارات التوزيع وإهلاك مباني المخازن، ومصاريف نقل المبيعات للخارج، كلهم هذول جمعهم في مصاريف البيع والتوزيع. بعد ذلك ننتقل للمصاريف المالية، من مصاريف بنكية، فوائد السندات، الديون المعدومة، مخصص الديون المشكوك فيها، وأيضاً خصم مسموح به، وإطفاء مصاريف التأسيس، ومصاريف خصم الكمبيالات. بعد ذلك جامع المصاريف المالية، وبعد ذلك إلى حساب توزيع الأرباح أو بنسميه صافي الربح. أيضاً بالنسبة لحساب الأرباح والخسائر في جانب له حيكون عندنا طبعاً من حساب المتاجرة، حناخد مجمل الربح من حساب المتاجرة، وأيضاً من حساب أرباح الاستثمارات، ومن حساب الخصم المكتسب، ومن حساب إيرادات متفرقة، هذا كله يظهر عندي في حساب الأرباح والخسائر. بعد ذلك ننتقل إلى حساب توزيع الأرباح. طبعاً بتم إعداد هذا الحساب لبيان كيفية توزيع صافي نتيجة عمل الشركة من أرباح على البنود المختلفة، طبعاً كل هذا وفق نصوص قانونية تحكمها، وأيضاً وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وتقرره الهيئة العامة للمساهمين. طبعاً بيظهر هذا الحساب نموذجياً على النحو التالي، زي ما ملاحظين معنا حساب توزيع الأرباح والخسائر، جانب منه حيكون إلى حساب الاحتياط الإجباري، الاحتياط الاختياري، مخصص ضريبة الدخل، أيضاً مخصص رسوم الجامعات، ومخصص البحث والتدريب، وأيضاً مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وأيضاً الربح المعد للتوزيع على المساهمين، وأرباح مرحلة أرباح مرحلة للعام المقبل. طبعاً في له من حساب الأرباح والخسائر اللي هو صافي الربح، وأيضاً من حساب الأرباح المدورة من العام السابق. طبعاً كل حساب مر معنا في توزيع الأرباح والخسائر حيتم شرحه بشكل مفصل بإذنه تعالى. بالبداية بالنسبة لصافي الربح، طبعاً صافي الربح هو المبلغ الذي أظهره طبعاً حساب الأرباح والخسائر كصافي نتيجة أعمال السنة المنتهية، هو وأيضاً هو قاعدة احتساب الاحتياطي الإجباري
والاختياري ومخصص ضريبة الدخل ورسوم الجامعات والبحث العلمي والتدريب المهني. بالنسبة بعد ذلك إلى الأرباح المدورة من السنة السابقة، طبعا هو المبلغ الفائض عن التوزيعات اللي اقتطعت من أرباح العام الماضي. طبعا بما أنه صافي الربح العام الماضي خضع لجميع الاقتطاعات المنصوص عليها في القانون، الرصيد المتبقي منه لا يخضع بالتالي لاقتطاعات هذا العام. ننتقل بعد ذلك إلى الاحتياطي الإجباري أو القانوني. طبعاً المادة 186 من قانون الشركات نصت على هذا الاحتياطي. ألف، لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي عوائد على المساهمين فيها إلا من أرباح، وعليها أن تقتطع ما نسبته 10% من أرباح السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري. طبعاً ما بجوز توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بعد إجراء هذا الاقتطاع. طبعاً لا يجوز وقفه قبل أن يبلغ الحساب الاحتياطي الإجباري المتجمع ما يعادل ربع رأس مال الشركة المصرح به. طبعاً لا طبعاً يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ الاحتياطي ما يعادل مقدار رأس المال الشركة المصرح به. ب، لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري للشركة المساهمة العامة على المساهمين فيها، ولكن يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في أي سنة لا تسمح فيها أرباح هذه الشركات بتأمين ذلك الحد. طبعاً على مجلس إدارة الشركة أن يعيد إلى هذا الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح الشركة في السنين التالية. نأتي بعد ذلك إلى الاحتياطي الاختياري. طبعاً تطرقت المادة 187 من قانون الشركات لهذا الاحتياطي ونصت على ما يلي. ألف، للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على 20% من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. ب، يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الأغراض اللي بقررها مجلس إدارتها وبحق للهيئة توزيع كله أو أي جزء منه، مثلاً أرباح المساهمين إذا لم يستعمل في تلك الأغراض. جيم، أيضاً للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناءً على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على 20% من أرباحها الصافية عن تلك السنة احتياطاً خاصاً لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر اللي بتتعرض إلها. بعد ذلك ننتقل إلى مخصص البحث العلمي والتدريب المهني. تطرقت المادة 188 من قانون الشركات إلى هذا المخصص ونصت على أن الشركة المساهمة العامة يجب أن تخصص ما لا يقل عن 1% من أرباحها السنوية الصافية لإنفاقه على دعم البحث العلمي والتدريب المهني لديها، وأيضاً أن تقوم بصرف هذا المخصص أو أي جزء منه على أعمال البحث العلمي والتدريب. وإذا لم ينفق هذا المخصص أو أي جزء منه خلال 3 سنوات من اقتطاعه، يتوجب تحويل الباقي إلى صندوق خاص بتم إنشاؤه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويحدد النظام طريقة الصرف وأصوله على ألا تتجاوز الغاية المقصودة من هذا القانون. بعد ذلك ننتقل إلى مخصص ضريبة الدخل. طبعاً نصت المادة 17 من قانون ضريبة الدخل على استيفاء ضريبة الدخل عن الدخل الخاضع للضريبة للشركات المساهمة، طبعاً حسب النسب التالية: 35% للبنوك، الشركات المالية، وشركات التأمين، والصرافة، والوساطة المساهمة العامة، على ألا يقل عن 25% من صافي الدخل السنوي، كما تظهره حسابات هذه الشركات
بغض النظر إنه معفى أو خاضع للضريبة. 2، 15% على الشركات الصناعية والفنادق والمستشفيات والنقل، يعني النقل المقاولات للشركات التي لا يقل رأس مالها عن 1,000,000 دينار. 25% للشركات المساهمة الأخرى. نأتي بعد ذلك إلى مخصص الرسوم الإضافية، والمبلغ الذي يقتطع بنسبة 1% من الأرباح الصافية كرسم إضافي يوزع على الجامعات. بعد ذلك ننتقل إلى مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. طبعاً هذا المبلغ الذي يعطى لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه. ونصت المادة 162 من قانون الشركات على ما يلي: ألف، تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشركة المساهمة العامة بنسبة 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات، وبحد أقصى 5,000 دينار لكل منهم في السنة. طبعاً توزع المكافأة عليهم بنسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم. تعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو. ب، إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد أرباحاً، يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز 1,000 دينار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة طبعاً بتحقيق الأرباح. جيم، إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الأرباح أو لم تكن قد حققت أرباحاً بعد، يعطى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل 20 دينار عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه، على ألا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ 600 دينار في السنة لكل عضو. دال، طبعاً تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية. بعد ذلك ننتقل إلى الأرباح المعدة للتوزيع على المساهمين. طبعاً تمثل المبالغ التي سيتم توزيعها على المساهمين وتحتسب كنسبة مئوية من رأس المال. طبعاً يجرى إظهار هذا المبلغ في حساب مستقل وهو حساب الأرباح المعدة للتوزيع على المساهمين. أخيراً الأرباح المدورة للعام المقبل، طبعاً بتمثل المبالغ المتبقية من صافي الربح بعد طرح جميع ما سبق والتي سترحل للعام المقبل. طبعاً بالتأكيد هاي الأرباح ما بتخضع للاقتطاعات في العام المقبل، ونص القانون على عدم تدوير ما يزيد عن 5% من الأرباح المعدة للتوزيع ولمدة لا تتجاوز 2 سنين متتاليتين إلا لموافقة الهيئة العامة وللمدة التي تقررها، حيث يعاد توزيع هذه الأرباح على المساهمين بعد انقضاء تلك المدة. طبعاً هيك بنكون انتهينا من المحاضرة 16 والذي تم شرح فيها هذه المحاضرة. تعرفنا في البداية على النصوص القانونية المتعلقة بالجرد والحسابات الختامية والميزانية، وبعد ذلك تعرفنا على الحسابات الختامية والتي تتكون من حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع الأرباح، وتم شرح كل من حساب بشكل مفصل. بعد ذلك انتقلنا إلى بنود حساب توزيع الأرباح، والذي يتكون من صافي الربح تم التعرف عليه، وأيضا ما المقصود بالأرباح المدورة من السنة السابقة. أيضا تعرفنا على الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري، وبعد ذلك انتقلنا إلى مخصص البحث العلمي والتدريب المهني، ومخصص ضريبة الدخل، ومخصص الرسوم الإضافية، وبعد ذلك انتقلنا إلى مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة،
وبعد ذلك انتقلنا إلى الأرباح المعدة للتوزيع على المساهمين، وأخيرا تم شرح الأرباح المدورة للعام المقبل. في المحاضرة 17 بإذنه تعالى سوف يتم شرح الميزانية العامة وبما تتكون الميزانية العامة، وسيتم شرح مثال شامل على التوزيع الأرباح بإذنه تعالى. نلقاكم في المحاضرات القادمة بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.